محطتنا التالية فرح رح نسلط فيها الضوء على مساحة مميزة يضم معرض دمشق الدوري ومشاركة للمرة الأولى بالدورة 61 لحاضنة الدمر الحرفية. وللمزيد حول هاي المشاركة وأثرها وتفاعل الناس معها بسنة أن نرحب بمشرف أجنحة الحاضنة المركزية للحرف التراثية الفنان التشكيلي عدنان تنبكجي. يسعد صباحك. صباح وأيضا خير. معنا الحرفية أريج علي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم صباح عن الخير. جديد. يعني نبلش من عندك أستاذ عدنان، خبرنا بالأول عن مشاركتكم بالمعرض، شو هي الأقسام يلي عم تتضمنها؟ الحقيقة احنا أول شيء كل عام وانتم بخير بالمعرض الدورة 61، وتحية لكل اللي عم يسمعونا ويشاهدونا عبر شاشتكم الكريمة، شاشتكم على طول ما شاء الله متابعتنا. موضوع الحاضنة التراثية اللي احنا لأول مرة بنشارك عبر جائزة الإبداع اللي أخذها صديقنا لؤي شكو، بنوجه له التحية. هاي الحاضنة التراثية هي مشاركة بثلاث أجنحة بمعرض الباسل، المهرجان الباسل للإبداع والاختراع، وأيضا بهيئة دعم وتنمية وترويج الصادرات المحلية، كمان عنا قسم التابع لوزارة الاقتصاد هذا المبنى العظيم، وفي عنا بالصناعات الحرفية اليدوية كمان عنا ثلاث أقسام. هدول ثلاث أقسام كلهم من كبار شيوخ الكار المميزين وعندهم امتيازات دولية وحتى علمية. يعني اللي احنا عم نلاحظ أنه هلأ أنه شيوخ الكار كمان عم يفوتوا بالمجال العلمي، هذا شيء رائع ونحن بنرفع راسنا فيهم. وكل الشكر كمان للقيادة المركزية حزب الباسل العربي الاشتراكي والاتحاد العام للحرفيين واتحاد دمشق اللي عم يعطونا الدعم الأكبر. عم نلاحظ أنه هاي الحرفيين وشيوخ الكار يعني عم يصير ترابط قوي، وإحنا كثير مسرورين لهذا الموضوع أنه ترابط بين الاتحاد العام للحرفيين وشيوخ الكار اللي هن كمان يعني بصراحة بيبيضوا الوش بكل معارضهم بالمحافل الدولية، عم نجيب امتيازات دولية وحتى كمان بمعرض دمشق الدولي اللي هو أرضنا، ولحنا إن الشرف إنه نكون عنا امتيازات كمان محلية. يعني وشيوخ الكار كانوا مشاركين كمان أيضا بالمعرض دمشق الدولي السابق وكان لهم نجاحهم، وأيضا مثل ما قلت خارج القطر عم يشاركوا. بدنا نتعرف شوي على الأقسام والأجنحة اللي عم تضمها الحاضنة المركزية وخصوصا الحرفية. لحنا أول شيء الحاضنة عم تحتوي على شيوخ الكار المبدعين والحرفيين كمان مستقطبون بكل الحرف اليدوية، يعني عنا ما يقارب 30 حرفة يدوية من شيء من لتنزيل الصدف، وفي عنا موضوع الموزايك، وفي عنا طرق النحاس وتفريغ النحاس وضغط النحاس وسكب النحاس وتشكيل المعادن، حتى فنون الحجر. فنون الحجر عنا فنانين كتير كتير رائعين وكمان حققوا النجومية. مجالات الموسيقى كمان، مجالات الموسيقى احنا كمان عنا الشباب اللي بالحاضنة التراثية، طبعا احنا في عنا العنصر النسائي موجود من شان ننوه على انه مو بس هاي المكان بس فقط للشباب، وانما العنصر النسائي احنا بنكبر فيهن ولازم التشاركية تكون. فنون عديدة يعني كل شيء عنا حرف، حتى بنوجه تحية لصديقنا خلدون المسوتي اللي حط لوحة بصراحة عم يجوا وبيعملوا محطة اعجاب بموضوع مهرجان الباسي بالفسيفساء. صديقنا أحمد عداس وعمر حمودي فؤاد فراس السلكة كمان يعني إذا بدنا نحكي عنهم بدون حلقات وحلقات مطولة. بالحاضنة التراثية هذا عم نحكي بالمعرض، بالحاضنة التراثية عنا دور المزادات، في عنا مركز تجاري هلأ إن شاء الله انتهى بالحاضنة التراثية لتصريف المنتجات الحرفية. هذا اللي احنا مفهوم احنا خاطئ، كانوا يعرفوا أنه مركز مول، وانما هو مكان مخصص لتسويق المنتجات الحرفيه دوليا ومحليا. في عندنا كمان مركز ثقافي، ورشات عمل لكل حرفه، في ورشه عمل ومكان لعرض، وفي عندنا اكاديميه الاسد لتعليم الحرفي اكاديميه الاسد، وفي مكان للمهرجانات والمحافل الدوليه حاضنه كثير رائعه. يعطيكم الف عافيه. كمان عندنا شيء كثير مميز اليوم ميسان، عم نشوف هي اللوحات الصغيره من قطع يمكن من الصابون أريج، يعني شو هالفن الحلو. اول شيء يعطيك الف عافيه. شكرا كثير، ميرسي على الاستضافه. ثاني شيء بدنا نعرف من حضرتك عن مشاركتك بالمعرض، تحكي لنا شوي عن هي القطع المميزه. اوكي، انا اول مره بشارك بمعرض دمشق الدولي وهي فرصه كثير رائعه اتيحت لي عن طريق اتحاد الحرفيين والاستاذ عصام الزيبق، بتشكره انه اعطاني هي الفرصه. أنا من زمان لأني كنت أتبع نظام غذائي كتير صحي، فقلت ما بدي أستخدم شيء صناعي كيميائي مضر، فقررت أني أنتج لحالي صوابين طبيعية من زيت الزيتون وهدول القصص. لما حسيت حالي عم أبدع فيهم بالتركيبات وكل هدول القصص الأعشاب كل شيء صحي وطبيعي،
قلت خلص رح اتخذها يعني مهنة وحرفة ورح فوت بهذا المجال، والف الحمد لله صار لي من سنة بشتغل بهذا المجال، وهلا فتت على معرض دمشق الدولي وعم اقدم هذا الشغل. نحن عندنا بسوريا اغنى انواع الزيوت اللي هو زيت الزيتون، لازم نوصله للعالم كله، يعني انه عن طريق هيك صابون اشكال حلوه، مو بس اشكال يعني عاديه حتى وتقليديه. اشكالهم قريش كثير حلوه كثير. شكرا شكرا يعني كتير. عم نشوف هي يعني هي صورة طفل، فهي كتير لطيفة يعني طبعا. كصابونة مثل ما قالت كانت عم تقلك ميسان أنه يمكن حرام نحتى نستخدمها هي مو أنه لطيفة. هلأ هي طبية 100% يعني فيها حليب الماعز وفيها زيت الزيتون وفيها كركم، يعني كل شيء طبيعي 100% آمن حتى أنه يتحمى فيه الطفل الصغير. حتى أنا هدول بستخدمهم يعني كمزيل ميك أب بديل لمزيل المكياج الصناعي. كل شيء هون طبيعي 100% من الزيوت الطبيعية والإضافات الطبيعية مثل الفحم النشط الطبي اللي بيعمل ديتوكس للبشرة. هي شيء كأنه تمام. أيوة. خلينا نشوفها. وبزيت شجرة الشاي الأخضر وبزيت الحبق الطبي البازل، ويعني 100% بتعالج حبوب الشباب وبتعمل ديتوكس للبشرة من آثار الميك أب وكل شيء معادن ثقيلة بالجو. يعني تفاصيل كتير صغيرة طبعًا. بس كتير مهمة، وهي كلها سورية يعني. أنت عم تحكي على أعشاب وزيوت كلها طبعًا. موجودة طبعًا. كلها عنا بسوريا بالشام أو بسوريا صح. بشكل عام هذا الشيء قديش بيساهم بالحفاظ على كمان أهمية الحفاظ على النبات السوري، على الزيت طبعًا. السوري طبعًا. وبمنتجاتنا اللي ممكن أنه هي تكون فرصة لحتى نصدرها فيما بعد للعالم أكيد. طبعا اساسا بلشت انا تصدير للدول العربيه، يعني كله هذا من تراثنا السوري. زيت الغار بسوريا مشهور قديش كل دول العالم بترغب له، زيت الغار الحلبي والسوري يعني شيء احسن شيء لتنظيف جلده الراس والجسم هو زيت الغار، ومشهوره سوريا فيه الف الحمد لله. متواجد عنا باسعار زهيده بينما بيوصل يعني لعشرات الالاف برات البلد. عنا بسوريا متوافر يعني وبكسره بين المزارعين. شوفي العالم او حتى الصبايا تحديدا حبوا الفكره قديش هي منتجات طبيعيه كثير الف الحمد لله. ممكن بشكل انا اساسا صوتي رايح هلا من قد الحمد لله ما في اقبال هائل على المنتجات تبعي. واسئله كثيره من العالم كثيره في كتير ازدحام واقبال الف الحمد لله. يعني كل العالم اول شيء عم تشوف الشكل الحلو والكواليتي العاليه يعني جوده عاليه اساسا. من بعد ما اعجبوا اجت لجنه من حاضنه الدمر الثقافيه اعجبت بالشغل تبعي واعطوني فرصه اني اكون بين كبار شيوخ الكار بحاضنه الدمر واخذ معهم فرصه كثير حلوه. الرسم هو شغلك كمان؟ اي تمام. هلا هن قوالب سيليكون انا انتقيتهم كرمال انه اجذب عليهم الصبايا مشان تكون موجودين بالمعرض. كثير فعلا حلوين ومميزين. استاذ عدنان يعني اليوم وقت بيكون في فرص جديده لشباب وصبايا انه هن يشاركوا ضمن افكار ابداع وخلاقة وكلها ضمن تقريبا الحضارة السورية، ضمن فينا تفاصيل سورية، يعني ما بنكون عم نطلع خارج الإطار السوري إن كان من الزيت السوري إن كان من النبات السوري وردة سورية. هداش هي مهمة أكيد. ومهرجان الباسل يعني هذا حضرتك اللي عم تحكي أنه إحنا عنا الإبداع، يعني إحنا كمان بجناحنا بجناح حاضنة تراثية جانا من المؤتمر الدولي يعني أو ما بعرف شو صفته الرسمية بس هو من جنيف. كمان أعجب يعني انبهر، قعد عنا تقريبا أكثر من 15 دقيقة بجناحنا وهو قال أنا إن شاء الله بدي أدعيكم على جنيف. هذا شيء بيرفع الرأس على أنه إحنا سوريا حاضرة، يعني تعرفي سوريا هي أم الحضارات وهذا مش جديد علينا يعني، وخاصة التواجد الحرفي عم يكون بوين ما رحتي عم تلاقي إبداع حرفي موجود. وإحنا بدنا نحب ننوه كمان يعني إحنا كمان قبل هلا حكينا إنه على الموضوع كل واحد من الأهالي من وجه لهم تحية غالي عليهم ابنهم أو بنتهم إنه بس بدهم يا طبيب 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 طبيب. البلد بحاجة كل شيء، بحاجة الحرفي، بحاجة الفنان، بحاجة الطبيب، بحاجة المهندس. الحاضنة الحرفية تصوري في عنا مهندسين، يعني مهندس ما إنه ترك حرفته أو مهنته وإجا لعنا، لا، وإنما في يعني في جذب كتير حلو على موضوع الحاضنة التراثية. في تكامل بعدين. في تكامل. رئيس الاتحاد العام ورئيس الاتحاد دمشق أستاذ ناجي وأستاذ عصام جولات ما عم توقف صراحة، إحنا تعبنا عنه من كتر ما عم يرفعوا المعنويات وبيزوروا بكل مكان وبتلاقي الصور عم يعني في عنا اصدقاء برات سوريا كثير يعني تشوقوا على انه يكونوا حاضرين هذا العرس الجماهيري الكبير
رائع. انا متوقع انه يتجاوزوا ال 3 مليون بهالعشر ايام. تنظيم يعني رائع. يعني كمان استاذ عدنان من خلال يمكن مقابلاتنا الدائمه لشيوخ الكار، نعم، كان في يمكن اصوات انه حابين يكون في يمكن اهتمام اكبر، حابين شيوخ الكار يمكن يعلموا هي الحرفه والمهنه يمكن لابنائهم لشباب ثانيين. قد ايه بتشوف يمكن معرض دمشق عرف شوي الشباب اكثر على شيوخ الكار وعلى يمكن المهن قد ايش هي مميزه وحلوه وبتفيدهم بتفيد البلد بنفس الوقت؟ لهذا الموضوع اللي احنا عندنا الحاضنه موجود اكاديميه الاسد للتعليم الحرفي. هذا المكان مفتوح لكل الناس، لعامه الشعب، مصابي الحرب، ابناء الشهداء، اللي فاتوا القطار بموضوع التعليم، ما يقول انا كبير انا متقاعد، احنا في له مكان عنا، ربما نستفاد من ابداعه. احيانا بتجي الفكره من طفل، هذا الطفل عنده فكره، انا كشيخ كار وخبره عمل فرضا فوق 30 سنه ما عندي اياها، وين المشكله؟ انا باخذها منه بنمي له اياها، بنحطه بالمكان المخصص، وكمان في مشروع اقتصادي بهذا الموضوع، يعني احنا كلياتنا اكيد في مصدر عيش. وقت بيجي هذا الطفل او عنده اعاقه بايده او صبية تكون حابة أنه تنطلق بموضوع المجال الحرفي، تصور اليوم الصبايا عم يتركوا موضوع النحاس، ما له عيب، وشفناهم كتير بأكثر من حضنات طبعا. أنتم صورتوا يعني ما شاء الله عليكم، أنتم على طول نحن تحية للطاقم يعني الإخبارية على طول أنتم مواكبيننا، وصوتنا بصراحة لكم دور كبير بتوصيل الصوت أو الرسالة الحقيقية للحرفي السوري عن طريقكم. بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ولكل الحرفيين السوريين دائما المزيد من التألق والنجاح، ولكل الشباب والصبايا يعني عن جد شكرا كتير لإلك وللإبداعية اللي مقدمتيه من خلال مشاركتك بمعرض دمشق الدولي. شكرا كثير لكم لتواجدكم. شكرا لك استاذ عدنان، شكرا اريج، اتمنى لك كل التوفيق. بدي لك شكرا على هي القطع، انه عزبتي حالك وجبتيهم اليوم قدرنا نعرضهم على الشاشه، وفعلا يعني حسنوا لنا حتى نفسيتنا. صحيح، روائحهم كثير طيبه كنا عم نشمها يعني. شكرا كثير.